عن أهم القضايا الموضوعة على أجندة هذا الاجتماع وأولويات اجتماع المكتب التنفيذي المرتقب غدا إن شاء الله الاثنين. معنا على الهاتف زميلي وصديقي العزيز الإعلامي شريف فؤاد المتحدث الرسمي باسم مجلس إدارة النادي الأهلي. مساء الخير وأهلا بك يا شريف. مساء الخيرات يا محمد، تحياتي ليك أخي الكريم ولمشاهدي دايما بالتواصل معك. طبعا اشكرك، واحنا بنسعد بمشاركتك معنا دايما واطلاعنا على كل المستجدات واطلاع الجماهير ومتابعي ومشاهدي القناه على كل ما يستجد في النادي الاهلي. احنا سامعينك، اتفضل. يعني خليني بدايه ومن خلال برنامجك ومن خلال شخصك الكريم اوجه رساله طمانه لجمهور النادي الاهلي الحبيب وكل محبي نجم مصر والنادي الاهلي واسطوره كره القدم عبر التاريخ كابتن محمود الخطيب. الحقيقه النهارده هو وصل المانيا وحصل تواصل معاه، ان شاء الله بكره سيعرض على طبيبي اللي كان اجرى لي جراحه في فقرات الظهر قبل ذلك. عرف انه بيعاني من بعض الالام في القدم بسبب انزلاق غضروفي، ان شاء الله يعني يكون في علاج طبيعي او وسيله بعيده عن الجراحه ويعود لنا سالما غانما باذن الله، لان المشكله الحقيقه انه الالام زادت بسبب الجهد الكبير اللي كان بيبذله في النادي خلال الفتره اللي فاتت. محمد شبه يعني يومي متواجد بشكل يومي، بيدخل النادي 8:30 9 صباحا، يغادره في الوقت متاخر من الليل، يتابع كل كبيره وصغيره مع اجتماعات مجلس الاداره والاداره التنفيذيه والمكتب التنفيذي، فبنتمنى له ان شاء الله ان يعود. وسبق ده كمان الجهد الكبير اللي بذله الكابتن الخطيب خلال الحمله الانتخابيه نفسها. طبعا بس انا عايز اقول لك الحقيقه انه الشهرين 60 يوم اللي هم عمر مجلس الاداره من 9 ديسمبر مع اجتماع اول مجلس اداره وحتى اليوم اتكلم في 60 62 يوم كوم وما سبق وما هو قادم. الحقيقه الكابتن بيبذل جهد فوق العاده ويعني يود ان يلمس الناس حجم العطاء والرؤى والاستراتيجيات اللي تم وضعها وقدروا الحقيقه بطرق خلاقه ومبدعه وبفضل اتصالات وعلاقات ان هو يوفر تمويل لكل خطط النادي المستقبليه بعيدا عن ميزانيه النادي، والحقيقه ده هيضع النادي وهينقله نقله كبيره جدا، خصوصا ان هو الكابتن بنفسه هيعلن من خلال قناه النادي الاهلي ان شاء الله قريبا يا محمد في مؤتمر او في لقاء لسه يعني ما اتفقناش على الشكل، كل ما تم التوصل ليه زي كشف حساب بيطرح الى ايه وبالارقام وبالورقه والقلم يعني هيتحدث عن الخطط الزمنيه الخاصه بتطوير فروع الثلاثه. هنبذل مجهود يا شريف ونحاول نقنعكم باذن الله انه يبقى لقاء ونشرف وجود الكابتن الخطيب ونسعد بيه ان شاء الله. انا عايز على شاشه القناه، يعني انا ما اعرفش انت الزملاء بلغوك ولا لا، الكابتن عبد العزيز الشافي طبعا بيحمل ليك تقدير خاص محمد والمفترض انه يطلع معاك معانا يوم الاربعاء بالفعل، واحنا بنسعد بيه وبنحمله كل التقدير وله مكانه خاصه جدا عندنا، وبشكل شخصي طبعا انا بحمل له تقدير واحترام كبير جدا. هو بيحبك جدا الحقيقه، وبعدين احنا كلنا منتظرين هذا اللقاء لانه كمان الكابتن عبد العزيز عبد الشافي بكل خبراته ودماسه خلقه ورؤيته الحقيقه وعقليته الاداريه المتميزه عنده كلام كتير جدا هيقوله فيما يتعلق بالشكل الرياضي وكره القدم في النادي الاهلي، واعتقد انه هيكون حوار مهم جدا، كل جمهور الاهلي هيتابعه بشغف معاك ان شاء الله. قبل ما نتكلم عن اجتماع غد كمان مهم تعليقا على كلامك المهم يا شريف اللي قلته دلوقتي، طبعا الجمهور واعضاء النادي احنا عندنا شعور ان الكل بيلمس ويعني سهل عليه انه يقيم حجم الجهد المبذول والشغل اللي يعني بيبذله، الجهد الكبير اللي بيبذله مجلس الاداره والشغل اللي بيحصل في كافه فروع ومقر النادي، وان شاء الله نشوف ده يوم بعد يوم بيزيد هذا المردود عند الاعضاء. بس قول لنا يا ريت قبل ما ننتقل لملف الاجتماع الخاص بالمكتب التنفيذي غدا ان شاء الله، الجماهير اكيد عايز تطمن اكتر على الكابتن الخطيب وتعرف باذن الله المتوقع تقريبا لعودته لمصر ان شاء الله بعد رحله لا العالم. لا خلال هذا الاسبوع ان شاء الله، خلال هذا الاسبوع يعني لن يبقى في المانيا اكثر من 4 ايام، يعني باذن الله حضور ان شاء الله يوم الخميس الجمعه على اقصى تقدير باذن الله، يعني لانه حريص ان هو يجي يعمل المؤتمر زي ما قلت لحضرتك عشان يطمئن اعضاء النادي وجماهيره ان شاء الله، ويتكلم بالارقام عن اللي حصل واللي هيحصل بالمدد الزمنيه اللي هو مقررها ان شاء الله باذن الله. يعني انت عارف فتره الشهرين دول كانت فتره دراسه وعمل واعداد، ان الاوان بقى انه العمل ينطلق فعلا ويبدا التنفيذ الفعلي، وده اللي قاله الحقيقه امبارح في لقائي المهم مع 13 قياده جدد تم تعيينهم لشغل مناصب مهمه في النادي الاهلي سواء كانوا مدير فروع او مدير امن او مدير ادارات ورؤساء قطاعات. عمل اجتماع الحقيقه حضره المدير التنفيذي السيد محمد مرجان ورؤساء الفروع المختلفه والمعينين، وتحدث بشكل مهم جدا عن ضروره خدمه اعضاء النادي الاهلي والتحلي بحلف النادي الحمراء والانضباط والبعد عن التكاسل والمحسوبيه. حقيقه كان لقاء مهم جدا والناس سعيده والكل عاوز يخدم النادي الاهلي والناس شغاله بحب وتشعر كده انه فعلا روح الفنيله الحمراء
اصبحت يعني تسيطر على اجواء النادي في فروع. يعني احنا بصدد يعني البدء في مرحله وانطلاق مرحله بناء وتطوير شامل في النادي بعد ما اعد مجلس الاداره دراسه ووضع النقاط على الحروف في كل ما يحتاجه النادي في الفتره المقبله. انت عارف انه تم توقيع بروتوكول تعاون بالفعل مع جهاز مشروعات الخدمه الوطنيه اللي تابع للقوات المسلحه، هذا الجهاز العظيم واللي وضع خطته الحقيقه للنهوض في فروع النادي المختلفه فيما يتعلق بطلبات النادي الاهلي، سواء في الكثيره تطوير المبنى الاجتماعي، يعني تنكيس او هدم مدرجات مختار التتش المقصوره وما حولها واستغلال مكانها، تطوير الفرع بشكل يليق باسم النادي، مدينه نصر سيكون في مدبر العاب قوى، سيكون في حمام سباحه جديد لتدريب اللاعبين والابطال، في فكره لصاله مضافاه، سيتم تطوير المنطقه الترفيهيه في المكتبه وهي مكتبه عظيمه الحقيقه، سيتم عمل حديقه جديده للاعضاء في محل ملاعب التنس القديمه الحقيقه اللي اتنقلت بعد ما تم انشاء 9 ملاعب تنس جديده. اتكلم الحقيقه عن نهضه كبيره جدا في مجال الفروع. ثم سيكون بقى الخبر الاسعد اللي في نهايه شهر احنا منتظرين المستشفيين يعلنوا عنه ان شاء الله بالتنسيق مع كابتن محمود الخطيب بدايه العمل التنفيذي في النادي الاهلي. فده عمل الحقيقه لما تيجي تقيسه يعني يجب ان تتوقف امامه بكثير من الدهشه والتقدير والاحترام لمجلس اداره محترم ومتناغم بيضم الحقيقه كوكبه وصفوه من ابناء النادي الاهلي اللي بيعملوا جميعهم بحب وباخلاص ومتواجدين يوميا في النادي والناس معطله الحقيقه اعمالها واشغالها، وكمان الاداره التنفيذيه اللي على اعلى مستوى، وتم اختيار شاب في مقتبل العمر يعني في بدايه الاربعينات لاول مره في تاريخ النادي زي محمد مرجان. فالحقيقه ده يعكس لك الاستراتيجيه ماشيه ازاي ورؤيه مجلس الاداره للمستقبل وازاي النادي الاهلي فعلا يكون دايما قاطره للرياضه المصريه ان شاء الله. متفائلين ودايما من خلال قناه النادي الاهلي ومن خلالك يا محمد نحمل كل جديد وكل جميل للجمهور وللاعضاء. وده بيسعدنا طبعا، ده يسعدنا. فيما يتعلق باجتماع الغد انا عايز اقول لك بقى انه في حاله من الاستقرار بدات تدب في النادي بعد ان تم الانتهاء الحقيقه من امور كثيره كانت معلقه وشغل المناصب الخاليه، وبالتالي اصبح اجتماع المكتب التنفيذي تقريبا كان في يوم ويوم بينعقد المكتب برئاسه السيد العامري فاروق نائب رئيس النادي وحضور الكوكبه اللي حضرتك تفضلت بذكرها وهم من اصحاب الخبرات المهمه جدا، سواء المهندس خالد مرتجي اكبر الاعضاء سنا او الاستاذ خالد الترندلي والدكتور رانيا علواني طبعا والدكتور مهند مجدي ايضا. فالحقيقه بدا يبقى في نوع من الدوريه لانعقاد المكتب، عنده اجتماع بكره بيبحث في كل التوصيات في كل الامور المتعلقه بالمطبخ بتاع النادي، 3 مكاتب تنفيذيه في الشهر يختتموا باجتماع واحد لمجلس الاداره بعد ما يعني تم دراسه الموضوعات زي ما قلت لحضرتك وتم الحقيقه يعني شغل الاماكن الخاليه ووضع الامور في نصابها. فالمكتب التنفيذي تعرف ما بيخرجش عنه قرارات، تخرج عنه توصيات وترفع لمجلس الاداره اعتمادها. فيعني كلها امور بقى بكره تتعلق ببعض المزايدات وشراء بعض الحاجيات والحفاظ على حقوق النادي الاهلي. والحقيقه انه هذا المكتب يعني يؤدي دور عظيم في ظل مجموعه الكفاءات الحقيقه اللي بتمثله سواء رئيس المكتب السيد العمري او مجموعه الاعضاء اللي هم ابناء النادي وعندهم خبره عريضه جدا في مجال العمل الاداري. أنا يعني ده مهم جدا، وإحنا قريب قوي إن شاء الله كمان هنسعد بيك بإذن الله، هيكون لينا لقاء وهتمنى أو هنسق مع زملائي وإدارة القناة إن يبقى لنا حوار، وأسعد بيك صديقي وزميلي الإعلامي شريف فؤاد. مش بس بنتكلم عن دورك كمتحدث رسمي باسم مجلس إدارة النادي الأهلي، لا، بنتكلم عن رؤيتك كإعلامي له خبراته وله باع في هذا المجال وهذا الوسط، نتكلم عن مشكلات بيعاني منها الوسط الإعلامي بشكل عام والإعلام الرياضي بشكل خاص، وكثير من الأمور اللي ممكن تنضبط وتصبح أفضل وتسهم في بناء وطننا ومجتمعنا بشكل أفضل إن شاء الله. وده موضوع مهم لو تأذن لي عايز كده أعرج عليه معاك يا محمد. اتفضل. فكرة إن احنا نكون على قلب رجل واحد في هذه المرحلة المهمة من عمر مصر، تعلم إن الوطن بيواجه تحديات كبيرة وغير مسبوقة في تاريخه، وده ليه علاقة بفكرة جمهور كرة القدم. يعني هذه اللوحة الجميلة التي تزين الملاعب الخضراء اللي احنا بنعاني الحقيقة من غيابها على مدى 6 سنوات تقريبا الآن بعد الحادثة المروعة اللي سقط فيها شهداء النادي الأهلي في استاد بورسعيد. الحقيقة انه في جهود حثيثة لعودة الجماهير لانه اللاعب رقم واحد، والنادي الأهلي الحقيقة هو اكبر المتضررين من غياب الجماهير.
نظرا طب بتطلب ايه من الجمهور؟ خليني اقول لك يا شريف كاعلامي وكواحد من اسره ومن عائله النادي الاهلي حاليا بما يرتبط بمهام منصبك الحالي، عايز اعرف رؤيتك وبماذا تطالب الجماهير بعد الاجتماع المهم بين المسؤولين في انديه الدوري الممتاز والمسؤولين في اتحاد الكره واللي مثل فيه النادي الاهلي المهندس خالد مرتجي عضو مجلس الاداره، وتم الاستقرار على انه باكوره عوده الجماهير في مسابقه الدوري هتبدا ب 300 مشجع لكل نادي في كل مباراه، ما الذي نحتاجه منهم؟ يعني انا بضم صوتي لصوت المهندس خالد مرتجي وبتفق معاك كمان محمد في ضروره انه الجميع يتحلى بالمسؤوليه الوطنيه، واذا كنا جادين فعلا في الحفاظ على هذه الصناعه وهذه الرياضه اللي بتمثل الحقيقه مصدر بهجه وسعاده للمصريين وهي كره القدم وحضور جماهيري كبير في مدرجات كره القدم، فيجب ان يعني الا نعطي الفرصه لاي متصيد لاي شخص يود الإساءة لهذا البلد لإحداث فتنة في مدرجات كرة القدم لاندساس بعض العناصر، لأنه تتعلم أنه جهاز الشرطة أو جهاز الأمن في الوطن لا يعني إلا سلامة المواطن المصري، مفيش تعنت، هو النهاردة الأمن قبل الإيمان كما يقول علماءنا الثقات والكبار يعني، فالنهاردة الدولة المصرية مسؤولة عن أمن المواطن، خصوصا إحنا عندنا تجارب مريرة يعني عندما يصاب لاعب مش هقول لك بقى يسقط شهيد ويترك يعني اب مكلوم وام ساكله، لا فما بالك اذا حدثت اصابه او حدثت مشكله، هذا الامر من شانه انه يثير الكثير من الالم مره اخرى، فالحقيقه ان الدوله المصريه اتحاد الكوره والشرطه المصريه جادين في عوده الجماهير، لكننا نود دايما ان يكون لدينا احساس بالمسؤوليه، وده بيلقي الحياه بمسؤوليه كبيره بقى على جمهور كره القدم، يجب ان الجمهور يكون واعي لحجم المخاطر لبعض المشاكل، بعض العناصر الاثاريه التي يعني لا تريد لهذه الرياضه ولكره القدم ولانديتنا الخير، وبالتالي بيثيروا الحقيقه بعض الشائعات والمشاكل املا في احداث فتنه في الشارع الكروي والشارع المصري بشكل عام، فانا بطالب من خلالك ومن خلال قناه النادي الاهلي جمهورنا انه دايما يكون عند المسؤوليه ويتعقل ويدرك الحقيقه يعني عظم المسؤوليه الملقاه على عاتقه، ولا يعطي الفرصه ابدا لاي شخص ان يندس في محاولة لإثارة فتنة أو إثارة مشكلة مع الدولة أو مسؤولي كرة القدم. أكيد أكيد كلامك بالغ الأهمية، كلامك بالغ الأهمية وهنعقب على هذا الأمر بعد نهاية المداخلة، ولكن مهم كمان أسمع منك يعني أمر قبل ما نختتم هذا الاتصال، عايز أعرف منك يعني من الأمور اللي كل يوم جمهورنا في كل مكان داخل وخارج مصر بيفكر فيها، إلى أي مدى وصل إلى الآن الإعداد لمشروع مدينة الأهلي الرياضية، مشروع القرن واستاد الأهلي، لأن ده خبر طبعًا جماهيري بنسبة 1000000%. أقول لك حاجة غريبة قوي، أنا يعني الفترة اللي فاتت ما كنتش مندهش أبدا من حجم الهجوم اللي تبلور وبدأ إنه ممنهج من بعض المنصات الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي على النادي الأهلي ومحاولة الزج برجل محترم يكن له الأهلاوية كل تقدير واحترام، وهو يكن للنادي الأهلي كل تقدير واحترام، وهو الشيخ تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة في مصر. الحقيقة إنه الكارهين والحاقدين والقلقانين من نهوض النادي الاهلي وتفوقه وصدرته كقافره للرياضه في الوطن العربي انزعجوا جدا وبداوا يطلقوا بعض عفوا في التعبير يا محمد وسامحني الاذناب لتعويق عمل مجلس الكابتن محمود الخطيب. لا اخفيك سرا انه حاله الاستقرار المالي والاداري وكمان الاستقرار للرياضات المختلفه، انت بتتكلم النهارده كل الفرق الرياضيه عادت يعني الحقيقه الى عصر ازدهارها، فريق كره القدم يؤدي اداء ولا اروع واداء راقي جدا، ناهيك بقى عن الاعلان عن هذا المشروع الضخم الذي لن يكلف النادي الاهلي جنيه واحد وسيخرج بمدينه رياضيه ليس لها مثيل في المنطقه، واستادها اللي سيكون في القلب سيكون واحد من اهم واجمل الاستادات في العالم. وللاسف للاسف بعض الناس دائما ابدا بيوجعها انها ترى اي صوره جميله او اي شيء جميل. للاسف الشديد. دول قله زي ما حضرتك عارف بس للاسف صوتهم عالي وكتائب ولجان الكترونيه ومسيطرين على الاعلام عشان كده احنا دايما بنحذر شبابنا ونحذر جمهورنا، بس الحقيقه جمهور الاهلي جمهور واعي جدا ويعرف قد ايه مين هو محمود الخطيب ومين هو مجلسه الحقيقه بالاسماء الرائعه. يعني من اول المهندس خالد مرتجي اللي هو اكبر الاعضاء سنا الى اصغر الاعضاء سنا اللي هو مهند مجدي على سبيل المثال مع حفظ الالقاب لهم جميعا، الجميع يدرك قيمه هذا المجلس اللي بيكن كل تقدير واحترام ويعمل ليل نهار من اجل رفعه النادي الاهلي. فالحقيقه انه فيما يتعلق بالمدينه الرياضيه محمد يعني انا احب اطمنك انه العمل يمضي على قدم وساق، المعلومات المتوفره لدينا يعني الحقيقه بتقول انه المستثمرين التقوا كثيرا الحكومه المصريه والسيد وزير الاسكان
وفي تعاون مثمر، والدوله المصريه عازمه على اتمام هذا الموضوع ومهتمه جدا بيه. ولا ازيع سرا او لا اخفي سرا اذا قلت الرئيس التركي شخصيا السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مهتم جدا بهذا الامر، ومكلف وزاره الاستثمار الحقيقه ووزاره الشباب وايضا وزاره الاسكان يعني تقديم كل العون وكل التسهيلات فيما يتعلق او فيما يتفق وضوابط ومعايير الدوله المصريه وقوانينها المانحه الارض وما الى ذلك، بحيث انه بمجرد ان يستقر المستثمرين على قطعه الارض ونوقع معاهم بقى البروتوكول النهائي. يعني احنا وقعنا زي ما انت عارف مذكره تفاهم اوليه في المملكه العربيه السعوديه، وقعها النادي السيد العام بفاروق رئيس المكتب التنفيذي ونائب رئيس النادي وقت ما كان الكابتن محمود الخطيب في زياره معاهم مع مجموعه مجلس الاداره مع ممثل المستثمرين اللي هو الدكتور ركان الحريفي. ان شاء الله يعني انا متوقع انه في بدايه مارس على اقصى تقدير سنوقع البروتوكول النهائي ويبدا العمل التنفيذي بعد ان يتم الاستقرار على الارض. بمجرد انطلاق العمل يا محمد انت بتتكلم في 36 شهر نعدهم باليوم وبالساعه، نستلم الاستاد ويكون النادي الاهلي بيلعب باذن الله الاستاد ويكون عندك مدينه رياضيه لا مثيلها ان شاء الله بيكون. بشكرك جدا زميلي وصديقي العزيز الاعلامي شريف فؤاد المتحدث الرسمي باسم مجلس اداره النادي الاهلي. شكرا.